ايوا اجيو تسمعوا لي على حكايه الليله. حكايه واش من حكايه؟ داكشي ديال الافلام وللاسف حقيقي، غير هو نبشركم لانه النهايه الحمد لله ايجابيه، ولكن قبل ديك النهايه خاصكم تسمعوا الاحداث والتفاصيل. والله حتى فعلا فيلم سيده جميله كتكلم باللغه الثانيه غادي تشاركنا الحقيقه اللي غادي تكتشف عن نفسها والمأساه اللي غادي تعيشها من بعد الوفاه ديال باها، من بعد ما كانت عايشه اميره معززه مكرمه. بقاو معايا باش تسمعوا حكايه الليله اللي غتكون عبره لكل مستمع. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. اذا كنتي جديد على القناه تنقول مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار دار المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد. قبل ما غادي نبدا بغيت نقول لكم هو الاول شكرا بزاف 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 على دوك التعاليق الجميله اللي خليتوا ليا، ومبروك علينا العائله اللي غدا وكتكبر واللي تحق بنا واصبح منا، فالف مرحبا به. وكان وعدكم باللي انا عمركم ما غادي تندموا على اشتراككم لهذه القناه ان شاء الله. من غير هذا كان الله في عون خوتنا في فلسطين. والله حتى من البارح وانا ناعسه وكنفيق وكنطلع على التليفون ديالي كنشوف وشنو كاين شي جديد ولا لا، بعد ما قطعوا عليهم كل شيء. الله يجعل مولانا يصفيها لهم. املنا في الله، غير عافاكم عافاكم، نكثفوا شويه الدعاء. اللهم زلزل الارض تحت اقدام الصهاينه، اللهم كل اخواننا في فلسطين عونا ووليا ونصيرا. وكيف ما شاركت مع الناس اللي متبعيني على انستغرام هادشي اللي وقع البارح فكرني بزاف في غزوه الاحزاب اللي طرات مع سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. سيدنا رسول الله ما لقى حتى شي حيله من غير انه يهز دعاء ليدعى دوك اليهود اللي كانوا جايين يتحاربوا معاهم، اللي غادي يصيفط لهم مولانا جند من جنوده اللي غادي يزعزعهم كاملين. اللي باغي يتفرج في هذه الحلقه راني كنت درتها لكم في السلسله نتاع رمضان في السيره النبويه، غادي نخلي لكم تحت الا بغيتوا تتفرجوا فيها. المهم خلي ما نعطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا ياقوت، نهار حليت عيني لقيت راسي وسط عائله اللي لاباس عليها وساكنين في حي اللي هو جد راقي. عشت الصغر ديالي بوحدي حيتاش والديا كانوا ناس اللي هما كبار في العمر. فاش بديت كنعقل لقيت بابا وماما كبار في السن. ماما كانت واخده التقاعد وبابا كان باقي ليه انا ذاك واحد عامين باش انه يتقاعد. والديا كانوا خدامين في واحد المنصب اللي هو كبير بزاف، ما نقدرش نقول لكم بالضبط شنو هو، ولكن المهم واحد المنصب اللي كان كبير. كانوا ناس اللي فعلا لاباس عليهم. الابتدائي ديالي والاعدادي غادي نقراهم في مدارس اللي هما حرين خاصين وفرنسيين، وانا صغيره ما كان ناقصني حتى شي خير، واكله شربه ولابسه وكل شيء مزيان. وانا صغيره لما كان بابا تيمشي كيجيبني من المدرسه كانوا البنات والدراري تيضحكوا عليا وتيقولوا لي باباك شارف. هنا فين غادي نبدا نلاحظ بلي انه بابا مقارنه مع الاباء الاخرين اللي كيجيو من مورا ولادهم كبير وتيبان بحال شي جد وماشي اب. انا ذاك تكون عنده شي 65 سنه، والديا كان عندهم ثلاثه ديال الاولاد كبار وبنت واحده اخرى من غيري انا، انا هي الصغيره. كانوا كيقولوا لي بلي انه بابا مات في العسكر وبلي هذيك بنتهم هي ماما الحقيقيه، وهما جابوني عندهم يربيوني حيت هي غادي تزوج وغادي تولد. المهم انا حليت عيني على هاد الناس اللي هما كبار واللي كنقول لهم ماشي جدي وجده ولكن ماما وبابا، ولكن في بالي باللي هما جدودي وكبرت عندهم حيت ماما اللي هي بنتهم تزوجات ودارت حياتها. بقيت عايشه بهاد القصه اللي هما كانوا قالوها لي ومكبريني بها. المهم كنت عايشه وسط منهم مهلين فيا وداوني الخارج عطله كاني بنتهم مباشره. لكن بعض المرات لما كنت ندير شي بسيله ولا شي حاجه اللي هي بسيطه اللي في السن ديالي ديك بنتهم اللي عند بالي باللي انها هي ماما الحقيقيه كتقول لي سيري اللقيطه، فينك يا اللقيطه، هذيك اللقيطه سيري الحرايميه، بنتهم اللي على اساس انها هي ماما. بابا واللي هو جدي في بالي كان ديما كيغوت عليها ما تبقايش تقولي لها هاد الكلمه، وهي كانت كتمشي كتخرج كاعيه لدارها. انا ذاك فاش كان بابا كيتخاصم معايا على ود هاد الكلمه ما كنتش انا اصلا فاهمها، ولكن كانت ضاراني في راسي. فاش كنت كنمشي كنسولو ما تيبغيش يقول لي وكيجري عليا وتيقول لي سيري في حالاتك. واحد النهار باقا كنعقل كنت في الثاني وهاد اللقطه عمرني ما نساها. جلسنا كنتغداو وكان في ام بي سي واحد المسلسل اللي كان سميتو لقيطه، قالوا بعد قليل لقيطه. هما مداو ما جابو، ولكن انا غير سمعت ديك الكلمه حطت الدخمه وبقيت كنتسنى هذاك المسلسل يبدا حيت حسيت باللي انا وهذا المسلسل غادي يخص لي هذيك الكلمه اللي ديما كنت كنتعاير بها. من عند اختي بدا المسلسل، واول لقطه بقى عاقله عليها هي انه واحد الرجل كان غادي في الفجر للجامع ولقى واحد البيبي صغير محطوط قدام داك الجامع هزو، من بعد غادي تكبر ديك البليته الى ما اخره. انا غير شفت هاد اللقطه بداو كيدخلوني الشكوك. والحاجه الثانيه اللي خلاتني نشك اكثر هي انه من ديما واحد الصندوق عند ماما
اللي عند بالي هي جده اللي كانت كتحط فيه الذهب وداكشي مهم، ما كانتش كتخليني انني نقرب منه، خصوصا لواحد الملف اللي كان عندها باقا كنعقل عليه في السفر. كانت كتقول لي هذا الملف عمرني ما نشوفك يا قوت كتقربي منه حتى تكبري، ونعطيك فيه واحد الرساله اللي راني كاتباها لك. المهم دازوا سنوات وقريت الابتدائي والاعدادي في مدارس حره، ولكن الثانوي غادي نقرا في مدرسه ديال الدوله، حيت اختاريت انني ندير الشعبه ديال الادب مع كنت بغيت نكون محاميه، وما كانت حتى شي مدرسه خاصه اللي فيها هاد الشعبه، واصلا كنت نقرا غير في مدارس اللي هما فرنسيين. كان واحد التغيير كبير، ولكم ان تتخيلوا انني ندوز مدرسه اللي هي فرنسيه مباشره الحكوميه، لانه نوعا ما هنا فين غادي تخرج عليا، او بمعنى اصح هي اللي تسراتني، لانه ما فيهاش المراقبه، تقدري تمنكي شي ساعه، واذا ما جاش الاستاذ ماشي مشكل، وكانوا الاضرابات اللي هما كثار وما كانوش كيعيطوا على والديا. المهم كنت كنقرا مع تلام اللي كانوا شعبيين بزاف، وكنت خايفه من واحد الفئه نتاع تلام اللي كانوا ضاصرين، وكل شيء تيبان ليا في شكل في ديك الثانويه، وبلي انه ماشي العالم ديالي. في الاول ما بغيتش، ولكن من بعد درت الصحابات ودغيا تاقلمت وكنت اجتماعيه، واخا كنت باينه بلي انني بنت الفشوش وجايه من عالم مغاير تماما. كنت ديما كنجي في الفرنسيه انا الاولى، ولكن الانجليزيه والعربيه كانوا عندي متوسطين. المهم قريت في ديك المدرسه، وانا ذاك ما كانش عندي تليفون. دوزت 5 و6 حتى غادي يجي الباك، ولكن في 6 بابا بدا كيعيا وبدا كيمرض وجاه الزهايمر، وبداو كيجيوه الكريزات ديال ليبيليبسي، وغادي يشد الفراش، وماما جاها السل لانها كانت كتكمي ودارت عمليه على ظهرها. انا اللي كنت مقابلهم، وكنت في 6 كان خاصني انني نمشي نقرا ونقابلهم. عييت وما قدرتش نقابلهم دقه واحده، الممرضه كانت كتجي كتبدل الباب وكتمشي، وانا كنخرج من المدرسه وكنمشي مباشره للدار باش انني نشوف شنو واقع وكيفاش حالتهم. المهم فاش والديا شافوني عياو غادي يشوفوا واحد المساعده من زيليا اللي جات الله يكثر خيرها، واللي كانت كتهلا في الدار وفي والديا، ولكن المساعده اللي جات ما كطولش لانه الفيلا كانت كبيره وكيعياو فيها، ما حيلتهم الفيلا ولا زوج ديال الناس كبار انهم يقابلوهم بماكلتهم بالدواء ديالهم بكل شيء. الويكاند ما كنتش كنخرج بحال كاع البنات اللي كانوا في السن ديالي، مراهقين في السن ديالي. كانت عندي واحد صاحبتي وحده اللي مره كانت كتجي عندي كتعاونني وصف. غادي يوصل الباك وبابا خرجوا ليه بحال شي حبيبات متقوبين في الظهر ديالو. واحد الممرض اللي كان كيقابلو جا وراني كيفاش نقي ليه داكشي اذا ما كانش قدر هو يجي. الحمد لله انا وماما من بعد رجعت كتنوض وكتمشى، ونقص عليا واحد ثقل، وبقيت مقابله غير بابا اللي ظهرو خماج ليه. وفاش كنت كنقي ليه تيقول لي ابنتي راكي كتعذبيني، وانا كنت كنتعذب اكثر، حيت هو كيتعذب وكيبقى تيبكي. دازت هاد المده حتى لواحد النهار كنا كنقلبوا على شي ورقه، وانا نطيح في داك الدوسي الصفر اللي حليتو بلا ما نفكر، وانا نلقى واحد الوراق نتاع الخيريه اللي فيهم سميتي الحقيقيه، وبلي انني متبنات من فلان من الخيريه نتاع لاله حسنه. مشيت عند ماما، شنو هادشي؟ شنو ياك لاباس؟ واش هادي الورقه ديالي؟ لقيت ورقه ديال المحكمه بلي انني غير متبنات، وبلي انكم بدلي لي السميه والكنيه. وهنا زاد تاكد لي الشك ديالي اللي شفت في داك المسلسل. غادي تنقص اختي اللي في الاساس هي عند بالي بلي انا ماما حنا راه غير مربينك وراك ماشي بنتنا. بابا واحد النهار كان خدام وجاي للدار يبدل حوايجو، ولقاكي بيبي صغيره في الشتاء وفي البرد، وغادي يديك لواحد الجمعيه. داوني تما وكانوا كيجيبوا لي الدواء من فرنسا. ديك الساعه مرتو اللي عند بالي بلي انا جده ولدات ومات لي هذاك البيبي ديالها، وقالت ليه انا هاد البنيته بغيتها نربيها. قالت ليه كاع الدراري كبروا وداروا ديورهم وانا بغيت نربيها ونتهلا فيها. فعلا هزني ورباني وقراني وكبرني. ولادو في الاول كانوا ضد، ولكن في الاخير قبلوا الا داك الصغير فيهم، لان داك فاش جابوني كان باقي تما معاهم كيقرا وما غادي يمشي يكمل قرايته في الخارج حتى غادي يدخل الاولى ابتدائي. دابا راه خدام وعندي خويا واحد اخر في دوله اوروبيه وزوج هنا في المغرب، وكلهم مناصب كبار وبزاف. انا فاش عرفت راسي بلي انني مربيه بديت كنبكي، وحنقت ماما اللي كان عند بالي بلي انا جده، اما بنتها اللي كان عند بالي بلي انا ماما كنت نعيط لها حتى هي ماما، وكنت كنمشي معاها لدارها ونبات عندها، ورجلها كان ظريف كان كيعاملني بحال وليداتو وكنت عزيزة عليه. المهم فاش عرفت غادي نتراجع في قرايتي للاشهر، واخا كنت قرايه غادي نولي نمشي للمدرسه وما باغا ندوي مع حتى شي حد، وصحابي وصحباتي لاحظوا بلي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. فهاد الوقت قلت خاصني نجمع راسي. بابا كل مره تيصوني عليا كيسولني كيف دايره مع قرايتك، كيف دايره مع هذه، وهو ما عندش بالو بلي انني كنت عارفه الحقيقه، كان تيشوفني غير انني كندخل عنده البيت وكنعنقو وكنبدا كنبكي وهو مريض، وهذيك كانت اصعب مرحله دازت في حياتي.
حيت هذيك الوقيته ما غاديش يبرى وغادي يبدا كيتخنق. وهنا تقريبا حولنا ليه قال المعدات ديال السبيطار للدار، من معدات وفراش ولا بيتو بحال شي بيت في كلينيك. كنت كنبات حداه بالليل وكنعنقو وهو ناعس وكنبدا كنبكي. من بعد كان خاصني انني نوجد الباك، كنت كنبقى فيق الليل كنبدا كنوجد. فهاد الفتره بالضبط غادي نتبلى بالقارو وعزكم الله حتى بالحشيش. بالنسبه للعائله ما كانش عندهم صراحه مشكل انني ندخن، كنت كنكمي مع ماما في الجرده، ولكن الحشيش ما كانوش عارفين انني تعطيت ليه اللي غادي نقطعو من بعد. حتى واحد النهار لقات ماما في صاكي وغوتت عليا وما قالت حتى شي حد. المهم كانت بقات ليا يومين وندوز الباك، غادي توفى بابا وما دوش داك الامتحان. منين مات بابا دازت عليا قاصحه بزاف، جا ولادو نهار الجنازه ما بكيتش وبقيت غير كنشوف الناس، لدرجه انه الناس كاملهم اللي جاو في الجنازه حتى شي حد عمرو ما هز التليفون وسول فيه وهو مريض. انا بديت كنغوت، بغيت نجري عليهم كاملين حيت حتى شي حد فيهم ما كان هو مريض وعايش. اللي يحتاج شي حاجه من المصالح تيلقاه هو الاول، ولكن غير هو مريض الناس ولات تعد على رؤوس الاصابع اللي بقاو كيسولوا فيه. وانا بالنسبه ليا هو شي حاجه مقدسه، كان بغي اكثر من اي حاجه فاتت، لانه من ديما كنت راعي المشاعر ديالي، خصوصا وان ولادو صعاب معايا وكانوا تيعايروني، خصوصا واحد في اوروبا اللي كان تيقول لي غادي يجي واحد النهار اللي غادي نخرجك من هذا الدار. ولكن سمعوا شنو غادي يوقع. من بعد العزو خوتي بداو كيغبروا وبقيت غير انا وماما لمده شهرين، غير سد عليا ما تنخرجش وغير تنكمي عزكم الله، وكندخل القنينات ديال الخمر بالتخبيه اللي كنت كنشربهم وكندخ غير باش ما نبقاش عاقله، حيتاش ما تقبلش هذا الواقع. مشيت عند طبيب نفساني اللي غادي يخرج لي دواء اللي كان قاسح اللي كينعسني، وما تنفيق حتى الليل، كندير شي فيلم وكنبقى كندخن وكنشرب، واذا جاني الجوع كنشد الطاكسي كيديني ناكل شي بلاصه ونمشي نتمشى في البحر ونشوف الناس مع والديهم ونبقى تنبكي. واش نبكي على والدي الحقيقيين اللي ما تنعرفهمش، ولا نبكي على بابا اللي مات، ولا على راسي اللي ما عارفاش شنو ندير واللي ما كملتش قرايتي. اما ماما كانت كتشرب الدواء ديال النعاس وكتدخ، واخا نفيقه ما كانتش كتفيق. غادي ندوز من واحد العام اللي هو كارثي، خليو على من بعد فاش ولادو لقاو بلي انا وبابا خلى ليا شي بركه من الورث، ولدو الصغير ما عجبوش الحال. واحد اليامات ماما بدات كتمرض وبدا كيجيها الزهايمر ورجعت كتكمي. من بعد انا كنت كنحيدو ليها، وحيت هو اللي كان السبب في المرض ديالها، انا ما كنتش نخليها تخرج تشريه، فكانت كتغوت وعباد الله راه بغات تقتلني يا قوت، راه بغات تضربني. انا كنت كنحيد لها غير السوارت من يديها باش انا ما تخرج. ولكن الجيران فاش كانوا كيشوفوا خوتي كيجيو كانوا كيقولوا ليهم بلي اننا تنسمعوا امكم كتغوت، وواقيلا اختكم يا قوت راه كتبغي كتضربها حيت كتقول عتقوني. غادي يجي واحد ولدها اللي ما تيحملنيش من الخارج، اللي بدا كيستجوبني شنو كديري ليها. كان ديما هاد ولدهم تيقول لي انت عشتي حسن منا ودارو ليك وحنا ما داروش لينا، علاش انت قريتي في مدارس فرنسيه وحنا لا؟ هو فعلا تفششت اكثر منهم كاملين. المهم عرفني بلي انني تنكمي وبلي انني كنشرب، ولكن منين ما عرفتش. المهم غادي يسيق الخبر، فاش جا كنغفلني وغادي يعطيني القرقوبي في العصير، وانا كيف الحماره اعزكم الله كنت كنشربو يا في الحليب يا في العصير طبيعه الحال بدون علمي، مع كنت كنتريني وكان كيتريني معايا وتيدير بلي انا وكيقاد لينا بزوج، وانا ما كنتش في هذا العالم. هو كان تيدير هذا الشيء باش انه يخرجني من ديك الفيلا، فاش هو غادي يرجع في حاله وتحبس عليا داك الفانيد اللي كان قاسح واللي كنحس براسي بلي انني ماشي هي هذيك وبلي خاصني نخرج، حيت شي حاجه نقصاني، شي حاجه اللي ماشي تلهي في ذاتي. كميت وشربت وحتى شي حاجه ما تبدلات، تنخرج بالليل مع صحاباتي تنقلب على شي حاجه اللي ما عارفهاش وشنو هي ونقصاني. كنت كنمشي للملاهي كنشرب واحد الكميه مهمه من الخمر، فاش تنرجع تلقى ماما مسكينه كتسناني في الشارع جالسه وكتبقى كتقول لي مالك بنتي على هاد الحاله، انا ما عارفاش راسي شنو مالي يا ماما. كنبقاو كنبكيو وكتقول لي يلا ناخذ طاكسي وتنمشيو عاوتاني للبحر، وتنبقى كنقول ليها بلي انني ما تنحسش براسي مزيان، رجعي للطبيب ديالك الا ما بغيتش غادي يعطيني دوايات. واكيد ولادها كان كيوصل لهم الخبر بلي هي كتبقى سهرانه كتسنى فيا وكيفاش انا تنجي حالتي، حيتاش الجيران هادي هي خدمتهم كانوا كيقول لهم شنو كدير. كنت كنسافر لمدينه واحده اخرى عند واحد السيده اللي كتجينا من العائله، كنبقى معاها وكنخرج معاها. دازت المده ديال عام وبقيت نقول يا قوت شنو كديري، خاصك تجمعي راسك. وداك خويا اللي في الخارج كان خطيب طيل عندنا، انا غادي نجمع راسي. من بعد قلت لهم بلي انني بغيت ندخل نقرا الموديليزم واحد العام وعجبني الحال وداك الشيء اللي كنت باغا،
وقلتي اذا ما تفرطتوش في قرايتي غادي نتفرو في هذا الميدان ديال الفصاله والخياطه. من بعد ما قريت عام في العام الثاني بقيت كنمشي عند واحد الصديقه ديالي اللي عرفتني على واحد البنت اللي كتعرف المشاهير في مدينه واحده اخرى، وهنا غادي تعرفني على واحد السيد اللي هو مصمم كيف ديك المدينه اللي كنا كنمشيو ليها كل ويكاند في الاسبوع، تعلمنا شي حوايج اللي هما جداد اللي غادي ينفعونا. ولكن هما فاش كانوا شافوني راني كنسافر بزاف عند بالهم باللي انني تندير شي حاجه اللي هي خايبه. وبما انه داك خويا اللي دار ليها هاد الفعله كان غادي جاي، واحد النهار كنت جالسه في بيتي وداك خويا اللي كان كيدير ليا القرقوبي دار الكاميرا في الصالون. دابا سمعوا وعطوني ودنيكم، قلبي تلعب ليا في هاد اللحظه الشيطان وما يعرفش ليه. بما انه داك خويا اللي دار ليا هاد الفعله كان غادي جاي، واحد النهار كنت جالسه في بيتي ودار كاميرا في الصالون وانا ما فراسيش، وشد عليا الدليل بلي انني كنتقرقب، بمعنى غادي يجي وغادي يحل عليا البيت بلا ما يدق. وانا ذاك كنت شاعله الشوفاج ولابسه غير واحد الشورت وخويط فوق من ظهري. هو جا حل الباب، انا قلت ليه عمرك ما درتي هادشي يا فلان، شنو بغيتي؟ جا جلس حدايا وقال لي بغيت نهضر معاك. واخا شنو بغيتي؟ وانت تبارك الله كبرتي وزيانيتي. ما فهمتش اشنو باغي. شويه بدا كيتقرب مني، بديت كنغوت عليه منيت كاتش اللي كدير. السيد ما بغاش يحبس وانا نهز ديك لا لومب اللي حدا راسي وقلت ليه اذا ما بعتيش عليا غادي نضربك بها على الراس. وبديت كنغوت. جات ماما ياك لاباس، راه كيتبسل عليا. هي دخلت وسط منا وهو بدا كيدفع عليا فوجي، وانا كنتعصب مع داكشي اللي كان كيعطيني، تنقول خاصني نضربو وهو تيدفعني فوجهي. وبقينا غاديين وانا باغا نضربو بديك اللامبا وبدا كيرجع باللور وانا تابعاه حتى وصلنا للصالون اللي فيه الكاميرا. وغادي يهبط يدي كانه ما تيدير حتى شي حاجه وانا اللي تنحقر عليه، وغادي يخليني تنغوت لربي اللي خالقني. مع كان عطيني واحد لا دوز من قبل وحبسها عليا فوليت حالتي. بديت كنغوت غادي نضربك غادي نضربك. سولني يا قوت واش كتخرق بمالكي، انا باغا نضربك ونشوف دمك تيسير. هما من بعد فاش شافوا هذا الشيء قالوا بلي انا بصح هي كتقرقب، وشي نهار غادي تقتل وشي نهار غادي تقتل لينا امنا. غادي نمشي نرجع لبيتي باش نبرد. هو كان واحد صاحبو في الباب اللي جابو زعما بحال شي شاهد على هذا الشيء. غادي يدخل صاحبو ويسول مالكم، راه البروشه هزات عليا البوله باغا تضربني، واشنو دارت؟ خويا انا داك غادي يدخل عندي لبيتي وغادي يجمع معايا بزوج تصرفيقات وخرج. تبعتو بقيت كنغوت وقال صاحبو شفتي شنو كدير؟ هادي راه مقرقبه. انا نضت وكنقول ليه واش انت مسطي شنو كتقول؟ واكيد كان مخلي الفيديو هو تيقول لي هذيك الهضره، وحيت يقول لي والله حتى نضربك وندير لك ونفعل لك. انا مشيت هزيت واحد الموس اللي كيتطوى ديال بابا وخبيته في سروالي ومشيت جلست في الفوتي جلست كنتسنى باش انه يجي يضربني ونهجم عليه. رجع بدا كيغوت عليا وانا تنشوف فيه كنتسنى خير يضربني. منين ما جاوبتوش شدني من شعري. ديك الساعه جات ديك اختي وجات صاحبه ماما اللي كانت صغر منها وقالت لنا مالكم ما مالكم. طار عليا هو بنتفا وشدني من عنقي وبدا كيضربني لوجهي. تنقول لي غادي نضربك وما كانش متيقني انا ذاك، كنت تيصحابو بلي غير تنكذب عليه. غادي نشد داك الموس، وديك اللحظه كانوا تيبانوا ليا رجلين، كانوا كيصحابو ليا بلي انهم ديالو وهما كانوا ديال غير صاحبو. ضربتو ليها من الركبه من اللور، وهاد صاحبو كان خدام معاه في ديك البلاد حتى هو. بدا كيبان ليا الدم طلقني، ومن شاف بلي انا بصح هجمت غادي يهرب البيت وغادي يسد عليه. بديت كندق وكنقول ليه اذا سميتك راجل حل ليا. هو خاف وما حلش، مشى في حاله وكانت اخر مره غادي نشوفه فيها. قالت ليه ماما ما تبقاش تجي عندنا. بالنسبه لصاحبو غادي يدوه للكلينيك، غادي يعيطوا على البوليس، وقال لهم بلي انه غير حادث وماما هي اللي بقات كتطلب وكتزوق فيه وخلصت ليه السبيطار وكل شيء. ليومنا هذا داك صاحبو تيدير العكاز وتقطعوا ليه الاعصاب ديال رجليه. المهم انا بقيت بحال هكاك حتى لواحد النهار جا خويا الاخر من دوله واحده اخرى، وانا يلا داخله من المدرسه ماما ما كانتش، يلا بغيت نحل الباب. غادي طلع ليا من الشرجم وقال ليا فين كنتي؟ راني كنت في المدرسه. انت كتضربي امي وكتشربي وكتقرقبي وكتفعلي وكتركي. والله يهديك راه تنكمي، ولكن كيفاش كنتقرقب؟ غادي يدخل لبيتي ولقى فيه فعلا شي قرعات ديال الخمر والسجائر، وقال لي راه الجيران قالوا لي بلي انك كتضربي امي وكتشكلي خطر عليها، فهزي دابا حوايجك وسير الله يرحم باك في حالك. قسما بالله اذا كانت 15 فبراير مازال باقا عاقله عليها، عاقله على داك النهار مزيان كيف البارح. مشيت كنجمع حويجاتي، قال لي لا ماشي ديالك، ولو كان عندي الجورنال اللي كنتي مخطيه به النهار الاول فاش لقاك با لو كان عطيته ليك. وجرى عليا كانت تطيح الشتا مجهده انا ذاك، وكانت عندي 50 درهم في جيبي هي اللي كنت كنكسب. فين غادي نمشي؟ غادي نمشي عند ديك صاحبتي اللي كانت كتقرا معايا، اللي كانت من عائله اللي هي على قد الحال وكتعاونني في ماما وبابا. انا كيسحب لي بلي انه غير غادي يمشي في حاله داك خويا، ماما غادي تعيط ليا وغادي نرجع، حيت ماشي اول مره تيجي واحد في ولادها وكنتناقشوا وكنخرج من الدار، ولكن هاد المره كنخرج بلا رجوع. عيطت على ماما
وقلت لها شوفي راه جا فلان وجرى عليا. قالت لي شوفي تسني غير يمشي ونعيط لك، ولكن دابا غادي نصيفط لك الحوايج ديالك اللي خاصينك مع شي فلوس، ولا غادي نحطهم لك عند مول الحانوت اجي ديهم. فاش مشيت عند مول الحانوت قال لي راه ما خلاوهاش انا تخرج لك حوايجك، وراه جات واحد الهوندا وراه حوايج كلهم خرجوهم، خرجوا لي بيتي واي حاجه عندها علاقه بيا ما بقاش عندهم في الدار. قلت لا ما يمكنش، غادي نمشي نسول واحد ولد جيران اللي كان في نفس السن ديالي واكد لي بلي انا الخبر بالصح، وعطاني شي بركه ديال الفلوس باش انني نديباني راسي. من بعد فاش حاولت انني نعيط ليه ما تيجاوبنيش، عيطت لماما وقالت لي ما تبقايش تحطي رجليك عندنا، راه ما بقيتيش غادي ترجعي. تصدمت، ولكن كل شيء هادشي كان متوقع لانه بابا هو اللي كان حاميني من كل شيء. رجعت عند صاحبتي وخرجت قلبت على خدمه ورقيتها وكنت كنتهلا فيها وكنت جالسه معاهم في دارهم، اللي كنت نشري ليا كنت نشري ليها واحد التليفون يلا خرج انا داك بشي 3500 درهم، والله حتى شريته ليها، كنت مهلية فيها ودرتها اكثر من اختي. من بعد ما دوزت معها 6 شهور باباها قال ليها سمعي نقول لك هاد البنت ما تبقاش جالسه معانا، تخرج في حالها. وهنا غادي نديرو استراحه، غادي نقول لكم حتى الغدا ان شاء الله نكمل لكم الحلقه لانه مازال شويه طويله. غير هو قولوا لي في نظركم ياقوت شنو غادي يوقع ليها من بعد، حركوا معايا شويه دوك الادمغه ديالكم وابدعوا في التعاليق، نعرف واش عندكم شي فكره على شنو غادي يوقع ليها، حيت غادي تدوز من بزاف ديال المراحل اللي ما يمكنش يطيحوا لكم على بالكم وغادي يصدموكم في نفس الوقت، ولكن كيف وعدتكم انه النهايه في الاخير غادي تكون ايجابيه. فخليني نضرب لكم موعد غدا ان شاء الله يا مولانا يا كريم في نفس الموعد على قناتنا سلامي ليك، وما تنسوش اهلنا وخوتنا في فلسطين انكم تكتفوا معهم الدعاء، نسال الله عز وجل انه يحفظهم ويكون لهم عونا ووليا ونصيرا. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو غدا ان شاء الله. سلام سلام سلام.